طبعا احنا قلنا انه عندنا هذا الكمبرسر، وعندي الكوندنسر، وعندي احنا حاليا احنا قلنا الكابيلاري. الكابيلاري احنا راح نستغني عنها، راح نستخدم صمام التمدد، وعندنا الوحده الداخليه، وعندنا طبعا هون الكمبرسر. طبعا احنا عاده او معظم الفيديوهات اللي بتشرح هذه الداره بتشرحها بهاي الطريقه. طبعا هي هاي الرسمه ممكن شوي ما تكون دقيقه، احنا بدنا نحاول نوصل المعلومه بشكل اوضح شوي، بحيث انه انا عندي هاي الوحده الخارجيه وهي عندي الوحده الداخليه. طبعا عندي الكمبرسر بيكون موجود داخل الوحده الخارجيه بهذا المكان، تمام؟ وعندي بتكون هون المروحه للوحده الخارجيه. طبعا المتبقي عندنا طبعا هون عندي بيكون البايبات اللي راح تكون داخلها هذا الغاز، تمام؟ احنا راح نعتبر انه بيطلع عندي هون من الكمبرسر بيدخل من الجهه العليا، تمام؟ عندي ايضا الوحده الداخليه فيها هاي البايبات، وفيها هون موتور المروحه، وفي عندي مروحه هون. عمليا انا في عندي ما يتم توصيله ما بين الوحده الخارجيه والوحده الداخليه هو بايب الغاز، تمام؟ بايب الغاز. طبعا انا بكون عندي هون طالع بايب الغاز، بكون هون عندي نازل من الجهه الاخرى. طبعا هون طبعا هو على الواقع بيكون الصمام الغاز وصمام السائل موجودات بنفس المكان، موجودات بنفس المكان، تمام؟ بس احنا مشان التوضيح بيكون بهي الطريقه. احنا راح نرجع نرسم لكم الشيء الواقعي ان شاء الله، بس على اساس احنا نمشي خطوه خطوه. طبعا هون عندي صمام التمدد بيكون بالوحده الداخليه، صمام التمدد بيكون بالوحده الداخليه قبل دخول هذا الغاز الى الوحده الداخليه، يدخل الى صمام التمدد اللي بيكون اوريدي موجود ضمن الوحده الداخليه عند مدخلها، يقوم بتحويل هذا الغاز الى سائل، وبالتالي يدخل عندي هذا السائل داخل الوحده الداخليه، وتتم عمليه التبادل الحراري، ومن ثم يتم صعود هذا الغاز المحمص مثل ما قلنا الى الكمبرسر، دخوله ويخرج من الكمبرسر، بيلف عندي بالوحده الخارجيه، يتم سحب المحتوى الحراري من خلال هذه المروحه، ويتم خروج هذا الفريون على شكل سائل، بيظل ماشي عندي في هذا البايب على شكل عفوا على شكل غاز بس بدرجة حرارة منخفضة و ضغط منخفض. خلال طبعا هون احنا العملية اللي بتتم عندي هون داخل هذا الكوندنسر، لما ندرس احنا ان شاء الله المخططات راح نشوف انها تتم عند درجة حرارة ثابتة وعند درجة حرارة وضغط ثابت، بينما عندي بيتم قليلا من التبادل الحراري بعد خروج هذا الغاز بدرجة حرارة مرتفعة ودخوله الى بداية هذا الكوندنسر وبداية عملية التبادل الحراري. هاي المسافة البسيطة اللي بيمشي فيها بايب الغاز، بيتعرض طبعا للهواء الخارجي، تنخفض قليلا درجة حرارته، تمام؟ ولكن يدخل بدرجة حرارة مرتفعة. نفس الشيء أنا عندي هون لما يطلع عندي هذا الغاز بيطلع عندي بدرجة حرارة تقريبا نفس الدرجه اللي دخل فيها هون بالبدايه، والضغط نفسه يعني انا بيخرج عندي بدرجه حراره مرتفعه وبضغط مرتفع، ولكن خلال مروره بهذه البايبات وحتى وصوله الى صمام التمدد بيتم عمليه تبادل حراري بسيط، ممكن انه تنخفض درجه الحراره شيء بسيط قليل، ولكن احنا عمليا راح نعتبر انه هاي الداره مثاليه، وانه البايبات عندي هون معزوله تماما، والبايبات هون معزوله تماما عن الوسط الخارجي، فعمليا احنا الشرح النظري تبعنا راح يعني نظل على اساس انه هاي الداره مثاليه، ما في عندي اي ضياعات في درجات الحراره خلال مرور الغاز وخلال رجوع هذا الغاز الى الوحده الداخليه. راح نتوقف عند هاي النقطه ان شاء الله، ونتابع في المحاضره القادمه.